لا انا احكي لك القصص يعني بصراحه. انت ايه فاهم؟ اتفضل يا احمد. صار كده احنا امبارح كان في جلسه مع مستر كامل ومجلس اداره وكده، وكان الوكيل بتاعي معايا ووالدي وكده، قعدنا مع مستر كامل واتفقنا على كل حاجه. ويعني في الاول وفي الاخر انا اصلا لسه لي 3 سنين في النادي بتاعي، يعني انا كده كده قاعد 3 سنين اجباري في النادي. تمام. السنتين اللي هجددهم دول بس عشان الناس تعرف في بورسعيد اللي انا مش هسيب النادي المصري، لو ما احترفتش يبقى انا قاعد في النادي المصري. وحاجه محترمه، وانت بتبين للجمهور اللي انت يعني ابن النادي المصري ومش هتتحرك غير بموافقه النادي المصري. بس كده تمام. فيعني الناس كلها اللي كانت بقى الاشاعات اللي طلعت اهلي وزمالك والحوارات دي، فانا على سنتين يبقى انا كده لسه 5 سنين في النادي، فبعد ما امشي يبقى 5 سنين. تمام. انا عملت كده بس يعني حبا في النادي المصري، والنادي المصري ده هو اللي عملني. ويعني مستر كامل زي ما قلت في الاول وفي الاخر هو الراجل بيزودني كل سنه، يعني في السنه بيزودني 3 مرات. فبس يعني بس فالجلسه اللي قعدناها امبارح دي يعني قعدناها مع بعض واتكلمنا في كل حاجه، يعني حاجات في العقد وكده، بس لسه يعني ما وقعتش حاجه رسمي، يعني انا ما مضيتش على عقودها، فبس هي مستنيين العقودة تتظبط وكده والوكيل بتاعي يعملها، وان شاء الله كمان 3 ماتشات بس لما الدوري يقف كده بعد ماتش الجونه تقريبا انا وقعت كل حاجه. تمام، يعني الامور تمام لكن انت ما وقعتش. لا لسه ما وقعتش. اتفقت على القيمه الماديه وفي تقدير كويس من مستر كامل والنادي وكله تمام؟ اللي شايفه مستر كامل، انا ما اتكلمت معاه، اللي شايفه قلت له مستر كامل حضرتك هتقدرني، قال لي انت زيك زي اي حد وكده، بس يعني احنا ما اتكلمناش في امور الماديه. تمام. احنا طبعا يعني كنا مع بعض في مداخله قريب كده من اسبوع، وكنت انت مرشح بقوه، كنت خلاص يعني قريب جدا ان انت تاخد افضل لاعب صاعد في افريقيا خلال طبعا دايما الجوائز اللي بيديها الاتحاد الافريقي كل سنه، احنا قرينا عليك يعني. لكن لا الحمد لله. الحمد لله طبعا احنا، بس حاجه كويسه ان انت في اول سنه ليك وظهورك بشكل قوي بقيت خلاص مرشح على القاره الافريقيه، دي حاجه كويسه. هل عدم حصولك على الجائزه او تكريمك من الاتحاد الافريقي ده زعلك يا احمد، اثر فيك، ولا الامور بالنسبه لك عاديه وهتستمر في ان شاء الله نجاحاتك عشان تبقى برضو موجود السنه الجايه؟ لا طبعا يعني انا كنت اتمنى اللي هي تيجي من نصيبي، بس الحمد لله يعني مفيش نصيب، انا في الاخر دي بتاعت ربنا طبعا، وبحمد ربنا يعني المركز الثاني برضو مش وحش في افريقيا يعني مش في مصر بس، فكنت اتمنى انها تبقى من نصيبي، بس الحمد لله يعني هي ده اليوم ده جت فيه، كان بعد الماتش تقريبا بعد ماتش التليفونات، وتاني يوم مستر كامل صالحني يعني تاني العاديه وبتاع تمام ظبطك يعني. ظبطني يعني انا كنت متضايق شويه، بس هو صالحني مستر كامل يعني كتر خيره، وانا اصلا كده كده هو المفروض ما يجددليش لان لسه لي 3 سنين يعني، دي حاجه من عندهم وكده. وزي ما قلت تاني يا كريم، انت عارف ان انا يعني النادي المصري ده يعني حاجه كبيره عندي طبعا كبيره في حياتي، فما اقدرش يعني اللي انا ابعد عنه غير بره يعني. بالظبط يعني زي ما قلت قبل كده، فان شاء الله كمان ماتشين كده او 3 هيكون العقده ان شاء الله جات له ومضيت عليها مع كابتن تامر النحاس، ويعني كل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. تمام. طيب احمد، عايز برضه اكلمك في نقطه مهمه جدا. النادي المصري في احمد الشناوي وفي امير عبد الحميد، 2 حراس مميزين جدا، وفي منافسه قويه ومنافسه شريفه، وطبعا معاكم مدرب كافئ طبعا، سواء كابتن طلعت يوسف كمدير فني او كابتن حسن نصر كمدرب لحراس المرمى. طبعا كابتن حسن طبعا. اللعب ازاي يعني، مين اللي بيلعب؟ امير عايز يلعب وانت عايز تلعب، وانتوا الاثنين اجوان كويسين ومتالقين في سواء في الماتشات او في التدريبات، يعني مثلا ماتش الزمالك والمصري مين اللي ممكن يلعب، احمد الشناوي ولا امير؟ وهل الجهاز بيتعامل بالدور ولا بيتعامل بالمستوى ولا ايه بالظبط؟ هقول لك يعني هو ما فيش شك يعني اللي بيقعد اللي الثاني بيبقى اكيد متضايق من جواه، بس يعني يعني عادي اللي بيلعب يعني كله مصلحه الفريق ومصلحه النادي في الاول وفي الاخر، ودي يعني كابتن حسن وكابتن طلعت بيظبطوها مع بعض اللي هم شايفينه، يعني كل ماتش ليه ظروفه، يعني كان ماتش الزمالك اللي اتاجل ده ما كانش ما حدش كان يعرف مين اللي هيلعب، الكابتن امير اخر ماتشين ادى بشكل كويس، ماتش الشرطه تمام وانا كنت في البطوله بشكل كويس، فما كناش لسه يعني حتى احنا الفرقه كلها مين اللي يسالوا الكابتن امير انت اللي هتلعب، طب يسالوه انت اللي هتلعب، محدش عارف لسه يعني. احنا كنا الاثنين رايحين الماتش مش عارفين مين اللي هيلعب، فايا كان بقى يعني انا بدات ماتش التليفونات عشان الكابتن امير برده كان لسه مصاب، كان عنده اصابه في الانوميه كانت مجهده شويه، فيعني الامور كلها كويسه ومستقره طبعا، والكابتن حسن بيقعد معانا على طول يعني مش عايزين ننسى فضله برضه، بشكره يعني جدا، وقف معايا في البطوله اللي فاتت في المغرب وكان بيكلمني بعد كل ماتش، فالحمد لله يعني ان شاء الله الامور تستقر ان شاء الله تبقى زي ما هي كده. مين اللي هيلعب الماتش الجاي طيب؟ لسه الكابتن امير والله النهارده عاوزين برضه يعني نطمن عليه برضه النهارده في التمرين كده وبيتمرن، حاسس برضه بشد في ظهره امير يعني يعني كابتن امير حاسس بشد كده خفيف في ظهره فطلع من التمرين، فبتمنى له ان شاء الله. دي اصابه سياسيه احمد؟ لا 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 خالص، يعني كابتن امير مش من النوع ده خالص، يعني كابتن امير يعني لو في حاجه يعني ما بيقولش غير في الشديد قوي، يعني بيحصل كدمات خبطات اساسا في ماتش كمان قبل ماتش الزمالك، في ماتش حرس الحدود بعد بكره، بعد بكره الماتش حرس الحدود، بس هو النهارده يعني في كوره كده ظهره شد وسط فيها، فظهره شد قفش عليه المروحه لان كنا جايين من سفر وكده، فتقريبا من كده، فالدكتور قال له رايح النهارده بكره تنزل تجري خفيف وان شاء الله يكون معانا في الماتش
ويرجع ان شاء الله سليم ان شاء الله. في اتصالات بينك وبين كابتن عصام الحضري؟ اه لسه مكلمه من 3 ايام بالظبط. والله قلت له ايه؟ لا كان قبل الماتش التليفونات، فكان بيكلم بيقول لي شد اهلك لو لعبت وجدع وكده، قلت له بالتوفيق يعني، ويعني كنت بتناقش معاه بقول له فين دلوقتي واخبار المشكله ايه؟ قال لي لا كله تمام ان شاء الله نادي في مصر، وقعد يتكلم معايا شويه. قال لك خلاص الامور بالنسبه له هتتحل مع المريخ السوداني؟ لا هو تقريبا قال لي همشي، قال لي همشي وهاجي هنا في مصر. هيجي في مصر. مش المصري في مصر. ايه؟ مش المصري في مصر، ولو جه النادي المصري برضه انا لا مش المصري، انا عارف هيجي يلعب في مصر يعني في الدوري المصري. وبعدين خلي بالك الحضري لسه من يومين ثلاثه اعلن ان هو هيلعب لغايه 41 42 سنه، مفيش مشكله يعني. 41 لا يلعب ل 45 طبعا، ده حاجه شرف الكره المصريه كلها. تمام. بشكرك يا احمد ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الماتشات الجايه. حارس مرمى مميز جدا، نتمنى كمان الشفاء لامير عبد الحميد حارس مرمى النادي المصري. وزير الداخليه المصري بكره هيقعد طبعا لواء محمد ابراهيم يوسف، هيقعد مع رؤساء الانديه الجماهيريه عشان يبداوا يتكلموا في التنظيم والكلام ده، والامور تبقى هاديه ازاي، والانديه تتحكم او تفتح خطوط اتصال مع جماهيرها سواء التراس او الجماهير العاديه، يعني قاعده تنظيميه كده وقاعده تكون ان شاء الله مثمره وفيها يعني حاجه كويسه ان شاء الله بالنسبه لموضوع الشغب الجماهيري والمشاكل الجماهيريه. نروح نشوف يا بيومي، نشوف الماتش الاهلي والمقص عشان الناس اتكلمت كتير جدا في الاخطاء اللي حصلت او المواقف المتغيره اللي حصلت في الماتشات، سواء بقى الاهداف المقصه او اهداف النادي الاهلي، عشان الناس قالت دي مش ضربه جزاء وده مش هدف. تعال نمسك كده من اول الماتش كده مع بعض، واحنا برضو